خلونا نبدأ وإحنا على مشارف عام دراسي جديد بتحية إجلال، تحية تقدير لكل مدرس وكل معلم قدر اللي هو يعلمنا حرف أو حتى كلمة في يوم من الأيام. وزي ما بيتقال قم للمعلم وفي التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا، لأن المعلم في حقيقة الأمر فضله علينا لا يقدر بثمن. يكفي أنه هو أول من ساهم في ترسيخ أو تشكيل عقولنا وأفكارنا في حياة الأمر. كمان أن المعلم تعلمنا منه كتير جدا من النجاح وكتير جدا من الصبر، واللي احنا ما نتوقفش أبدا في الإبداع. وأكيد علشان كده كلنا عندنا أسماء عمرها ما ننساها أو أسماء محفورة في أذهاننا مهما مر بينا من زمن، لأن هم كان لهم موقف حلو معانا، علمونا في يوم من الأيام حاجة ما نقدرش اللي احنا ننساها وكانت درس بالنسبة لنا. وهو ده سؤالنا النهاردة، مين المدرس اللي مش قادر تنساه ولا تقدر اللي انت يعني ما تفتكروش في يوم من الأيام وكان لي موقف معاك ما تنساهوش؟ بسنت. أحمد، أنا عن نفسي عندي يعني ذكريات كتيرة قوي قوي مع المدرسين، حلوة قوي بصراحة. لأنه أنا كنت من الناس اللي شوية الأول في المدرسة كان عندي مشكلة في مادة الماث أو الحساب في الأول، الرياضيات. الرياضي وكان عندي مشكلة جامدة برضه بسنت. كان عندي مشكلة جامدة في المادة دي، لأن أنا قعدت كتير قوي قوي بحاول استوعبها بس ما كنتش بعرف، لانه انا عرفت بعد كده ايه المشكله. المدرس ده هو اللي عرفني كانت المشكله فين. الفكره كلها انه في مدرسين عندهم القدره او عندهم القدره على ان هم يستوعبوا الطلبه اللي عندهم. في الحقيقه خليني الاول كمان اقول انه شغلانه المدرس دي من اصعب الشغلانات اللي ممكن حد يشتغلها، لانه هو بيتعامل مع انماط كتيره جدا جدا ومختلفه من الطلاب اللي عندهم بقى يعني خلفيات مختلفه. الطفل المشاغب، الطفل شوية عنده نوع من أنواع الرغي شوية، الطفل المتعالي، والطفل الدؤوب، والطفل اللي بيذاكر. ففي عندهم أنماط مختلفة جدا من الأطفال، فهم بيحاولوا إن هم يستوعبوا فصل كامل مليان بالعقول المختلفة دي. لكن في بعض المواد اللي محتاجة المدرس إن يكون مركز مع كل طالب عشان يقدر يستوعب، أو الطالب ده يستوعب المادة دي. من المواد اللي ممكن تبقى صعبة العلوم، رياضيات، ساعات كتيرة بيبقى التاريخ محتاج المدرس إنه يقعد مع الطلبة دول عشان يفهمهم أكتر. طيب، أنا من الناس اللي كنت في الحقيقة بستصعب شوية مادة الرياضيات، لغاية ما مدرس يعني أنا بالنسبة لي كان جالي من السماء فعلا. المدرس ده أول ما جالنا المدرسة جديد ابتدى أنه يقعد معايا لوحدي على جنب وابتدى يعلمني، بقيت أنا من أشطر الناس في المادة دي بعد كده. كنت كل اللي محتاجاه أنه حد يعلمني بطريقة مختلفة، أنه مش لازم الطريقة اللي كل الناس تتعلم بيها كلنا نقدر نستوعبها بنفس الطريقة، لأنه أنا كنت من الناس اللي بتقفل مواد تانية زي التاريخ مثلا. فأنا المواد العلمية ما كانتش من المواد اللي بتستهويني قوي، لكن هو لما عرف طريقة التفكير أو هو عارف أن كل طالب أو كل واحد مننا عنده طريقة استيعاب مختلفة، ابتدى أن هو يقعد مع كل واحد لوحده ويعلم كل واحد بطريقة مختلفة وكأنه درس خصوصي. أنا شفت بقى من الراجل ده، هو الله يرحمه، هو توفى، شفت من الراجل ده ضمير أنا كنت محتاجاه من قبل كده، من وأنا صغيرة أكتر، أنا وكل الناس في الفصل، يعني اللي كل حد فينا عنده طريقة مختلفة في الاستيعاب. في الحقيقة أهمية العلوم من أهمية العلم، والعلوم ابتدت أو الحضارات ابتدت من واحد أو شخص كان مهتم بنقل المعلومة بطريقة مبسطة، من هنا وصلت لنا الحضارات. ففي الحقيقة أنا بقول لكل مدرس بيتفرج علينا دلوقتي انه انت شغلانتك من اصعب الشغلانات ومن اكتر الشغلانات اللي احنا في الحقيقه بنقدرها جدا، وزي ما انت قلت يا احمد يعني تحيه تقدير ليهم، لانه هم بيعملوا دور مهم جدا. هم في الحقيقه ومش كلام كبير، هم بيبنوا اجيال فعلا، هم صانعي الاجيال، هم بيبنوا العقول. لو حضرتك النهارده قادر انك توصل المعلومه بشكل كويس لطالب وتغير تفكيره وتغير حياته، ما هو في الاخر خالص احنا النهاردة بنتكلم على حد حياته اتغيرت، سواء انت او انا. لو انت قادر تعمل ده فانت في الحقيقة فعلا صانع اجيال. عشان كده احنا النهاردة وعشان احنا على مشارف دخول المدارس،
حابين نسأل مين المدرس اللي انت مش قادر تنساه وكان ليك موقف ايجابي معاه او حتى ذكريات كتيره قوي بقى ده. انا عايز اسالك بقى انت في تسأليني. لا انا هقول دلوقتي حالا هقول للناس احنا هنقرا الكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على فيسبوك، لكن كمان خلوني اسال احمد عبد الصمد واعرف منه ايه الموقف اللي انت مش قادر تنساه. لا انا عندي مواقف كتير قوي يمكن في كل مرحله دراسيه تحديدا، لكن خلينا قبل ما ادخل في مواقفي نقول نصيحه لكل طالب ونصيحه لكل استاذ. لكل استاذ يعني خليك مخلص في الرساله اللي انت حملتها واللي انت بتعلم من خلالها اجيال وبتبني شخصيه اجيال، لان في يوم من الايام هيفتكروك، في يوم من الايام هيدعوا لك ويقولوا لك كلمه حلوه، يمكن بس انت لسه كانت بتترحم على استاذها اللي علمها في يوم من الايام رغم ان هو مش موجود ما بيننا. وهي دي الصدقه الجاريه اللي بتكون موجوده في يعني مسيره حياتك كلها وحتى كمان ما بعد الحياه. ولكل طالب واحنا بقى مقبلين على عام دراسي جديد نقول لكل طالب يعني احترم المدرس، لان من لم يحترم استاذه لن يكون له شأن في يوم من الايام، لان الراجل اللي بيعلمك او المدرسه اللي بتعلمك هي اللي بتحطك على اول خطوات النجاح، على اول طريق النجاح اللي من خلاله بتبدا انت ترسم مستقبلك فيما بعد انت عاوز تكون ايه. زميلتي العزيزه بسنت سالتني سؤال، ايه الموقف اللي انت ما تقدرش تنساه للمدرسين الخاصين يعني او اللي علموني في يوم من الايام؟ انت يمكن ذكرتي واحد. انا الحمد لله كنت محظوظ، وخليني اقول لك ان مهما طالت المسافات هم دايما بيكونوا محفورين في قلبي ودايما بفتكرهم، وبالمناسبه لسه حتى الان بودهم وبنسال على بعض. حلو قوي. انا عندي في مرحله الكيجي كان عندي ميس حنان وكملت معايا لحد ابتدائي وليها مواقف معايا كتير قوي، لدرجه ان الست دي صبرت عليا قوي بصراحه. لا والله صبرت عليا قوي من كيجي لابتدائي. فعلا صبرت عليا كتير. طب دي هي. انا عاوز اقول لك انا كنت في مدرسه خاصه. لما اخذت في كيجي 2 تقريبا بدانا اللي احنا ناخد انجلش، او لا في اولى ابتدائي عفوا، فبدانا اللي احنا ناخد لغه انجليزيه يعني، فابتديت اسلوب كتابتي يتغير. كنت بكتب العربي من الشمال لليمين علشان تقري الكلام تحطيه قدام مرايه بمنتهى السهوله. والله انت كان ده تفكيرك، انت عايز تحط الكتاب خلاص بقى قدام ما انا اخذت حاجه جديده. لا مش ده تفكير. انا ده ابداع. انا بقول لك انا كنت مبدع في الحضانه بس هي الفكره كلها ان انت خلاص انا خدت نمط او اسلوب كتابه جديد. بكتب الانجليزي بيتكتب من الشمال. طب العربي وانا هتعب نفسي بقى هكتب عربي يمين وانجليزي شمال؟ لا. فقررت ان انا اوحد اللغات. اعمل دمج ما بين الحضارات، ما بين اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. تفكير جديد وفي حاله بره الصندوق يعني، عشان تعرف ان انا مبدع من زمان. برافو. فالست دي يعني او المدرسه دي ربنا يديها الصحه يعني، وهي يعني موجوده ربنا يديها طول العمر. أمين. واتمنى تكون بتسمعني يعني. فصبرت عليا كتير قوي. ولما كانت تعاقبني حتى علشان ما عملتش الهوم ورك بتاعي او الواجب بتاعي، تخيل انا كنت اروح اقول لها يعني، انا افتكر اللي قعدت يومين ما بتكلمنيش. فروحت لها كده قلت لها هو احنا لو متخاصمين كتير؟ طب تمام. اه والله مالك فيه. لا هو اصلا لا انا بالنسبه لي برافو ان هي قدرت. اصل انا متخيله هي قدرت ازاي توصل لك في فكره انه انقل من الشمال لليمين، انه ده عربي بقى من اليمين للشمال. لا وفكره اللي انت تكوني زعلانه ان المدرسه زعلانه منك طبعا، هو هنا حصل ارتباط ما بينك وما بين المدرس، مش فكره زي ما احنا ما بنشوف دلوقتي الطلبه بيروحوا عشان ياخدوا الدرس بتاعهم او يروحوا المدرسه بشكل عام وشكرا ويمشوا. وانت كمان مش عايز المدرسه تكون زعلانه منك. دي حاجه من الناس المهمه يعني انت بتقدرها. من الناس المهمه قوي برضو اللي انا مش عاوز انساهم ميس فاطمه شرف، لان الست دي حببتني في الجغرافيا، حببتني يعني ايه دراسات ويعني ازك، مع ان انا ما كنتش بحبها خالص. والله مواد كانت حلوه بالظبط. اه والله. وفي بقى طبعا الشيخ عصمت الله يرحمه، في ناس كتيره قوي بصراحه كان ليها دور. ميس غاده يعني، لا في ناس حدث ولا حرج، لان انا شايف ان انا كنت محظوظ بالمدرسه اللي انا فيها. ان كان فيها مدرسين يعني عندهم نوع من انواع الاخلاص وحب الحاجه اللي هم بيعملوها، وده اهم حاجه. احنا بقى عايزين نسال حضراتكم ونعرف المواقف اللي انتوا مريتوا بيها. مين المدرس اللي مش قادر تنساه وكان ليك موقف معاه؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجاباتكم اللي هنستعرضها النهارده في خلال الحلقه. بنصبح على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.